طبعا أغلب الشباب دائما ما يحبون أن يكون هناك بناء لأجسامهم وقدرة على أن تكون أجسامهم مناسبة بالشكل اللي هم حابين. فبفقرة رياضة مشاهدينا حضرنا حياكم شلون ممكن انه احنا نلعب بالجيم لعضلة البايسبس. اكيد اغلب الشباب يحبون انه يتابعون مثل هذه الرياضات ويحبون يتعلمون. بفقرة الرياضة راح نتعلم احنا وياكم، تابع ونرجع لكم. اهلا بكم، صباح الخير مشاهدين قناة سامراء. اليوم الحلقة الثانية الرياضية، اليوم نعطيكم تمارين مميزة عن عضلات البايسبس. هو العضلات البايسبس هو هذا العضلات يبرز عندك باليد، وعندك أول تمرين كيل سلك واقف. طريقة هاي التمرين هيجي، يصعد عندك وينزل كامل، يصعد عندك هالقد وينزل كامل. تخلي هذين الذراع ثابتات بس السواعد يشتغل. بعد هاي التمرين عندك كيل دمبل متتالي. اوكي يلا واحد بواحد، همينا نفس الشيء، تخلي ذراع ثابت بس السواعد يشتغل لي فوق وكامل لي جوا. اوكي بعد هاي التمرين نسوي كيل بار ايزيت ضيق، همينا كامل لي فوق كامل اللي جوا. بهاي التمرين نقدر نتحرك قسم برا مع البايسبس. بعد هاي التمرين عندنا كيل لاري زيت. طبعا هاي التمارين لازم بسيتات حسب انسان يختلف، انسان ويا انسان يختلف، يعني اكو انسان رادله 10 10 8 8 اكو لا 8 8 6 6 وباستراحة بيناتهم، يعني بين سيت وسيت اكو استراحة 30 ثانية، وبين تمرين تمرين لازم دقيقة. هاي التمرين همينة تخلي ايدينك على المصطبة على الجهاز ثابتات قريبين عن بعض ويا الكتف، بعدين تصعد كامل يلا عافية وكامل ينزل جوا. واحد عافية طبعا اكو هواية تمارين لعضلات البايسبس بس احنا ما نقدر مثلا كل التمرين نعطيكم، بس كتمارين مميزة هذني تمارين مميزة مع عضلات البايسبس. وشكرا لكم للمتابعة.